عشان نرجع لكم كده بعد الفاصل بخبر حلو. الاهلي بيفوز على انتر كلوب الانجولي بنتيجه 34-30 في قبل نهائي كاس ابطال الكؤوس الافريقيه ويتاهل للمباراه النهائيه. مبروك لنجومنا وان شاء الله باذن الله تكون كاس ابطال كؤوس افريقيا تبقى من نصيبنا. خليني كمان اطمنكم على اكرم توفيق. الاخر تطور في حاله اكرم انه من اسبوعين لثلاث اسابيع ان شاء الله باذن الله يكون جاهز ويرجع بالسلامه. ده معناه طبعا انه هيغيب عن ماتش الجابون مع منتخب مصر، لكن ان شاء الله يكون جاهز للمواجهه اللي بعدها مع ليبيا. وان شاء الله اعتقد يعني اسبوعين ثلاث اسابيع ممكن كمان لو اتلعب سوبر افريقيا في ميعاده يكون ان شاء الله جاهز مع النادي الاهلي، لكن لو اتلعب الكاس اعتقد اكرم هيكون بره الحسابات. الف سلامه اكرم، انت راجل والحقيقه يعني اثبتت كفاءه ورجوله على مستوى عالي وترجع بالسلامه احسن باذن الله. ان شاء الله الاصابه دي ما تعطلكش ترجع احسن من الاول.